مكالمه من امريكا. معانا ران، طبعا اخت رنيم، راني الجداوي، اخت رنيم من امريكا. اهلا بيك يا ران. اهلا بحضرتك. يمكن انت ما كنتيش معانا على الهواء وما سمعتيش طبعا رنيم قالت عليكي ايه، يعني قالت كلام كتير وقالت ان ليكي كان ليكي دور كبير جدا في سفرها، وان هي كانت يعني لما رحت امريكا كنتوا قريبين جدا من بعض. كلميني عن التجربه دي يا ران. طبعا كانت تجربه جميله، لان هي رنيم شخصيتها حساسه جدا. قبل لما تسافر امريكا كنا سنه خفيفه عليها، وانا على قد ما كنت بسفرتها ان هي تاخد الخطوه دي وان هي تلعب بروفيشنال كل الكلام ده، على قد ما كنت خايفه عليها طبعا. بس اول لما راحت هناك ما شاء الله تالقت وبقت يعني علامه مميزه في الـ ام سي دبل اي، الدوري الامريكي للجامعات، وخلتنا صراحه كلنا فخورين بيها الحمد لله يعني. فبعدها حسيت ان انا الحمد لله عملت قرارات كتير بلاش بتاعها، وبدات ان هي تاخد الخطوه دي وكده. بس الحمد لله يعني خطوه كويسه جدا، وساعدت كتير في مستواها وشخصيتها ما شاء الله. طب ران خليني اكلمك، لما رنيم كلمتك وقالت لك ان انا النادي الاهلي كلموني وعايزين نروح النادي الاهلي، كان رايك ايه؟ طبعا فرحت جدا. النادي الاهلي نادي كبير والمنافسه طبعا، يعني اي حد من واحنا صغيرين نفسنا نلعب في النادي الاهلي، ونادي له جمهور كبير، مستوى تاني من اللعب يعني من المنافسات وكده. فطبعا فرحت جدا بالفرصه دي، وبس نفس الوقت انا على طول خايفه عليها يعني. ربنا يا رنيم انت قد، لا لا وهي قد مسؤوليه باذن الله ان شاء الله. واللي خلى رنيم يعني تتالق في جامعه في امريكا في كنتاكي، وكمان هي كانت عايشه لوحديها، ده حطها في تجربه تعدي من اي حاجه تانية. صح باذن الله ان شاء الله. يعني ران بشكرك طبعا، بنكلمك من ولايه فلوريدا، بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله يعني رنيم تشرفك باذن الله مع النادي الاهلي.